السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في الفيديو الثالث من Azure Data Protection. النهاردة هنتكلم عن إيه يا شباب؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، الحقيقة الكورس كله مهم. Azure Recovery Service Vault. ممكن حد يسأل، إحنا لسه ما عملناش باك أب أصلا عشان نعمل ريكفري. الحقيقة طبعا ده شكل السيرفيس ديت، الأيكونز الخاصة بيه. Azure Recovery Service Vault. Vault يعني الأول يعني مخزن كده أو مكان بشيل فيه حاجتي أو بخزن فيها أي حاجات. التسمية جت منين يا شباب؟ التسمية جت إنه أنا في حياتي الطبيعية لما يكون عندي حاجة عاوز أحتفظ بيها أو شيء يعني هسيبه كده هتركه شوية وهرجع له بعدين، أنا بحطه في مكان غالبا بطلق عليه مخزن، بيبقى موجود في البيت، في الشقة، في المكان اللي أنا قاعد فيه. كل واحد فينا أعتقد عنده مكان كده بيحط فيه حاجته، فمن هنا جت الفالت. طيب هنتكلم فيه، تمام، بيعمل إيه بقى؟ إيه هو أصلاً؟ إيه الأوبشن بتاعته؟ إيه الفيتشرز؟ الخصائص؟ بيقدم لي إيه؟ أتعرف عليه إزاي؟ هو ده محور الكلام إن شاء الله النهاردة. وزي ما وعدتكم إن شاء الله الفيديو اللي فات يعني هيبقى فيه جزء عملي في الفيديو ده. طيب قال لي الراجل ده عبارة عن storage entity in Azure that house data. ده مكان كده، كيان entity يعني كيان Azure بيجمع فيه الداتا كده بيخزنها، زي ما قلنا كده مستودع او مخزن. فيما يعني ان حضرتك لما تروح تاخد backup سواء بقى من الاونبريم، سواء من الفي ام، سواء من application، سواء من secure server، سواء من whatever، ايجر هيحطها لك فين؟ هنا، تمام؟ فيما يعني كمان انه انا مطالب علشان ادخل اعمل اول عملية باك اب اني انشئ حبيبنا ده. وفيما يعني كمان يا شباب انه علشان انا باك اب الداتا الخاصة بي انا محتاج اكونفجور او اكرييت اول سيرفيس فولت على البورتال عندي، وده اللي هنعمله النهاردة ان شاء الله. لكن خلينا نشوف ايه السيرفيس فولت ده بيتكلم عن ايه والخصائص بتاعته ايه. زي ما قلنا ان ده مكان ايجر بيخزن فيه الداتا. هنا قال لي ايه؟ You can secure your backup and safety recover data even if protection and backup server are compromised. يعني حتى لو الجيو الاساسية او البرايمري زون اللي انت حاطط فيها الداتا وقعت او اخترقت او يعني حصل لها مثلا بركان في المكان او زلزال او يعني حرب اهلية فالناس دخلت استولت على الزون دي، اي سيناريو مثلا، انت ما تقلقش لانه فعليا الداتا موجودة في منطقة تانية. هو هنا فيما معنى الجملة دي، تمام. قال لي كمان ان انت مع السيرفيس اللي اسمها Azure Recovery Service Vault انت بتمونيتور مش بس الايجر في ام او الايجر سيرفيس اللي انت واخدها على الكلاود، لا ده انت كمان الاون بريم اسيست، يعني اصولك الموجوده في الداتا سنتر عندك، سيرفرات، ابلكيشن، في امز، طالما طلعتها معايا باك اب ما تقلقش انا هتيح ليك من خلال السيرفيس اللي اسمها Recovery Service Vault ديت ان انت تمونيتور، تراقب البيانات، تشوف حالة الباك اب، حالة الريكفري، حجم الترافيك، السايز الخاص بالباك اب قد ايه، كل الحاجات ديت انت هتقدر تعملها او توصل لها من خلال Azure Recovery Vault، تمام. اللي كمان فيما يتعلق بالسيكوريتي، الخيار ده بيتيح ليك استخدام الارباك. الارباك يا شباب اتكلمنا عنه وقلنا اللي هو اختصار ايه؟ اختصار رول بيست اكسس كنترول. رول بيست اكسس كنترول يعني منح الصلاحيات استنادا على الدور. دور يعني ايه؟ يعني الراجل ده بيلعب دور ادمنستريتور، يبقى صلاحياته صلاحيات ادمنستريتور. الراجل ده اوبريشن او مجرد يوزر عادي، فبالتالي الصلاحيات تناسب الدور اللي بيلعبه الشخص ده. فالباك اب سيرفيس على ايجور بيتيح لك ان انت تحدد
صلاحيات للتيم عندك او لليوزرز او للفريق بتاعك اللي هيتعامل مع الباك اب. يعني مثلا انت ممكن على الايجر سيرفيس فولت فيما تذكر يعني البوليسي في ثلاث انواع من البوليسي تقريبا، يعني في بوليسي منهم اللي هي الريدر الباك اب ريدر. الباك اب ريدر ده راجل مش هيقدر يعمل اي حاجه لا هيباك اب ولا هيريستور ولا هيديليت ولا هيعدل كونفيجريشن ولا حاجه، هو من اسمه كده يا شباب هو هيطلع فقط. تمام اوكي. هنا كمان من خلال السيرفيس ديت هو بيقول لي انستنت ريستور فور انفراستراكشر از سيرفيس في امز. قال لي هنا انت لما تستخدم السيرفيس اللي هي الريكفري سيرفيس فولت ديت انت يو كان ريستور الفايل اند فولدر فروم الفي ام من غير ما تريستور الفي ام نفسها. يعني انت هتشاور على الملف اللي انت عاوز تريستور ليه بس خلاص، او هتشاور على الفولدر اللي انت عاوز تريستور ليه، انت مش محتاج تعمل سيستم ستيت، مش محتاج تعمل فول ريكفري لا. فبالتالي هنا انا يعني وفرت لك وقت انت ممكن تكون مثلا بتستهلكه في عمليه الريستور الفول ريستور، وده الكلام ده كلنا عارفينه. فبالتالي انا لما بتيح لك خيارات الريستور بنوعها لك بقلل عليك كمان الوقت. تمام، يبقى كده اتعرفنا على السيرفيس ديت، اتعرفنا على مميزاتها وهي ايه اصلا وايه اللي ممكن ان انا احصل عليه من خلالها. تعال بقى نشوفها مع بعض عملي. تمام هروح للبورتال عندي كده. تمام كده انا على البورتال. تمام داخلين عشان نعمل ايه يا شباب؟ داخلين عشان نعمل الريكفري سيرفيس فولت لاول مره. اوكي اجيبها منين؟ تجيبها من السيرش بار من هنا، او تجيبها من ليفت سايد من هنا مثلا، تقول له اول سيرفيس، او انا بستسهل ان انت تستخدم السيرش بار فتكتب له مثلا ريكفري هيطلعها لك. اوكي نركز بقى علشان نفهم الكونفيجريشن لان هنتكلم في حاجات كتير جدا مهمه. اوكي لو نلاحظ على البورتال ما عنديش ولا سيرفيس فولت، طبعا انا كان عندي وشلتها يعني، بس عشان نعملها مع بعض بنعملها من اول وجديد. طيب هقول له لو سمحت انا عاوز اد نيو، من هنا هقول له انا عاوز اضيف واحده جديده، هيطلب مني شويه الانفورميشن كده ببساطه جدا. الريسورس جروب طبعا احنا المفروض شفنا البارت 1 وعرفنا يعني ايه ريسورس جروب واعمل ازاي ريسورس جروب والحاجات دي كلها. تمام فانا هنا انا بالخيار لو حطيتها في ريسورس جروب جديده او لو حطيتها كرييت نيو مثلا، خلينا كرييت نيو ونشتغل كل ريسورس جروب الخاصه بالكورس ده نخليه مثلا في اجر داتا بروتكشن ار جي. اقول اوكي. طيب هنا هيقول لي اسم السيرفيس فولت بتاعتك هتبقى ايه؟ انت لازم تسميها. الاسم يا شباب هو لازم يكون يونيك على مستوى السبسكريبشن، يعني فريد مش بيتكرر. يعني لو قلت له مثلا ان السيرفيس فولت ديت اسمها سين، وحبيت تعمل واحده ثانيه وقلت لها سين، فهو مش هيقبل. فبالتالي انت وانت بتسمي لازم تفهم انه الاسم لازم على مستوى السبسكريبشن ما يتكررش. على فكره في سيرفيس ثانيه على مستوى الكلاود كل زي الاستورج اكونت بيكون على مستوى الكلاود ما بيتكررش. اوكي يا شباب هسمي. وانت بتسمي حاول تسمي اسماء زي ما احنا يعني بناكد، حاول تسمي اسماء تدل على خدماتك يعني. فممكن اقول ماي باك، ممكن لو انت عندك الهايبرد انفايرمنت فتخلي مثلا سيرفيس فولت للفي ام اللي على الاجر والسيرفيس فولت للاون بريم، فتسميها مثلا ماي اون بريم باك اب او ماي كلاود باك اب، يعني انت بالخيار. تمام بعد كده الريجون بقى مفضل او ريكومندد، يعني تختار الريجون الاقرب اليك علشان عمليه الكونكشن وكده. فانا الريجون الاقرب الي اعتقد هي الامارات لانه انا موجود في السعوديه ومنطقه الخليج طبعا اهي. تمام
اتفقنا يا شباب؟ ادي البيزك انفورميشن، المعلومات البسيطه جدا اللي بيطلبها مني. هقول له كرييت، هياخد مني البيانات ديت، وتقريبا العمليه دي بتاخد من 10 ل 15 ثانيه ماكسيموم يعني. اوكي، هو هنا انتهى خلاص. هبدا اتوجه مباشره للريسورس اللي انا انشاتها اللي هي ريكفري سيرفيس فولت علشان اتعرف عليها. هنا بيديني اوفر فيو عليها وشويه انفورميشن، ولو حابب ان انت يعني بيحولك على صفحات فيها دوكيومنتيشن تقعد تقرا والحاجات دي كلها. اوكي، احنا اللي يهمنا الجزء الخاص بخصائص السيرفيس ديت. تعالوا مع بعض نستعرضها كده، تعالوا مع بعض نستعرض البروبرتيز الخاصه بيها. طيب، لمعلوماتكم يا شباب، انت تقدر تكريت لحد 500 اب تو 500 فولت على السبسكريبشن الواحده. اوكي، طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الحاله بتاعتها اكتف، اللوكيشن الخاصه او اللوكيشن اللي انت عاملها فيها اللي هي الامارات، والسبسكريبشن بتاعتك والاي دي الخاصه بيها والريسورس جروب اللي موجود فيها. وهنا لازم نقف شويه علشان نستعرض الكونفيجريشن الخاص بالباك اب. لو قلت له هنا، هو هنا طبعا نازله بالديفولت كونفيجريشن، ولكن تعال نشوفها واحده واحده علشان نفهم هي بتكونفيجور ازاي. هناخد الاول الباك اب كونفيجريشن، هقول له انا عاوز ابديت. قال لي انت الاستورج ريبليكيشن بتاعتك دلوقتي هي الجيو، الديفولت يا شباب يبقى الجيو. الديفولت ريبليكيشن الخاص بالبيانات من اول ما تكريت هيبقى الجيو، تمام كده يا شباب؟ فانا عاوز اغير، خلاص اوكي، باختصار شديد جدا او ببساطه شديده جدا، انت بدل الجيو بتقول لي اللوكال، ولكن شايف في هنا حاجه اختفت. في ايه؟ هنا حاجه اختفت، ايه هي؟ هنرجع تاني للوضع الديفولت. اتفقنا انه في نوعين من ريبليكيشن، اللوكالي اللي هو بيريبليكيت جوه نفس الزون، والجيو اللي بيريبليكيت على مستوى المنطقه كلها. تمام؟ الكلام ده احنا خدناه اكتر من مره، واعتقد ان احنا ان شاء الله يعني كلنا فاهمين. بس خلي بالك، انت هنا بتقدر تتحكم في ديت طول ما انت ما عملتش اي عمليه باك اب. يعني ايه؟ يعني لو انا دلوقتي قلت دخلت علشان اباك اب في ام عندي، او اباك اب ابلكيشن، او اباك اب حاجه من الاون بريم، مش هقدر اغير هنا. ليه؟ لانه منطقيا يا شباب انا ما ينفعش اقول له، الفالت كله هيريبليكيت جيو، وبعد كده لما اخد ابدا اعمل باك اب فيبدا ياخد لي نسخ من الفي ام عندي، او نسخ من الفولدرز، نسخ من الابلكيشن، وخلاص الراجل شغال. فبيعمل يريبليكيت فين؟ جيو. اجي اقول له والله معلش انا يعني غيرت رايي وهريبليكيت لوكالي، لا يا حبيبي، ده انا رميت لك الداتا اصلا في منطقه خلاص. اوكي، فلما تقول له ريستور يا حبيبي انت قفلت لي الدنيا. واصله يا شباب؟ مفهومه؟ يبقى اغير دي امتى؟ طول ما انا ما عملتش اي عمليه باك اب اقدر اتحكم في دي. حتى هنا، هو مطلع لك رساله فيما يفيد الكلام ده، انت الاوبشن ده كانت بي تشينج افتر بروتكشن ايتم، خلاص شكرا، ما عندكش اي يعني خيار ليك. لو بدات فعليا تباك اب انت ما تقدرش تتحكم في الاوبشن ده. خلاص كده يا شباب، وصلت؟ طب ايه ديت اللي بتختفي مع ديت؟ يبقى في ربط بينهم. في ربط بينهم، ايه هو؟ قال لي انت طالما جيت عندي خدت السيرفيس بتاع الباك اب مني، وان الريداندنت توفر البيانات يعني الخاص بيا هيبقى جيو، انا بتيح لك الخيار اللي انت وانت بتريستور بقى ممكن تريستور ليها في منطقه ثانيه. تعال ناخد مثال عشان نفهم، انا عندي في ام في الامارات، خلاص اللي هي المنطقه اللي انا عملت فيها الفالت الخاص بيا، وبدات اباك اب ليها، خلاص اوكي، بدات قلت له ستارت باك اب، فبدا الراجل ده يباك اب يوميا، ياخد نسخه من الفي ام ديت، او من فولدر عليها، او من السيستم ستيت الخاص بيها. تمام، حصل عندي بقى مثلا دروب
او حصل او احتجت لاي سبب من الاسباب ان انا اريستور الفي ام ديت. فوانا بريستور الديفولت مود الوضع الطبيعي ان انا هرستور فين؟ في الامارات صح؟ هقول له ريستور، فبالتالي انا هجيبها النسخه الخاصه بالباك اب هرستور بيها في الامارات. فقال لي لا، انت ممكن تقول لي انا مش عايز ارستور الفي ام دي في الامارات، حطها لي في الهند. وصلت يا شباب؟ هنا لو انا مفعل ديت، هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي this allow you to restore in the secondary region، منطقه تانية غير منطقه الفي ام الاصليه. تمام؟ في احد المتابعين معايا في الكورس للنتورك كان سال السؤال ده، ازاي اقدر اخلي في ام حركها من شبكه لشبكه هي هنا، تعمل لها باك اب وتفعل الخيار ده وتقول له روح ارمي هذه في منطقه تانية. وصلت يا شباب؟ تمام. وهنا برضو بيأكد عليا ان هو الخيار ده available for virtual machine بس، يعني ما تبقاش ناصح وتقول له والله الابليكيشن ده حطه لي في ريجون تاني، لا هو في ام فقط. تمام، يبقى كده عرفنا ايه؟ عرفنا الباك اب كونفيجريشن وقدرنا نفهمها. تعالى ندخل على السكيورتي كونفيجريشن الخاصه بايه؟ السيرفيس والت بتاعنا. الكونفيجريشن الخاصه بالمالتي فاكتور اوثنتيكيشن، ايه هو المالتي فاكتور اوثنتيكيشن؟ احنا لسه مخلصين كورس الاجر دايركتوري وشارحينه بالتفصيل. هنا بيقول لك انت عندك، انت كونفيجور اصلا يو ها او هاف يو كونفيجورد الايجر مالتي فاكتور اوثنتيكيشن. والله لو انت عندك اكتف دايركتوري كونفيجور ليها زي حالتك كده بتقول له ايوه، لو ما عندكش بتقول له لا. تمام؟ او لو بتخطط لان انت تفعلها عندك بتقول لها لا بعدين انا هفعلها، فانت سيبها باي ديفولت كده، يعني انت بالخيار. فانا علشان مفعل الاكتف دايركتوري انا بس مش عاوز اقول له ايوه فيطلع لي اوبشن تاني، فاحنا بنشتغل على حاجه من الاكتف دايركتوري وفي ناس جايه معايا من غير الاكتف دايركتوري، فمش عايز افرض عليك حاجه يعني. تمام؟ تمام. طيب قال لي هنا السوفت ديليت فور ايجر فيرشوال ماشين افعلها لك، هي باي ديفولت متفعله. ايه هي السوفت ديليت اصلا؟ قال لي دي خيار لو فرضا حضرتك اديت صلاحيه لسين من الناس على ان هو يمانج الفيرجوال ماشين عندك، وسين من الناس ده كانت خبرته مثلا بسيطه او لسبب ما لحاجه في نفسه دلت الفي ام، دخل دلت الفي ام باستخدام الصلاحيه بتاعته خطا مثلا ودلت الفي، او انت نفسك عملت ديليت للفي ام كده بالخطا. فالسوفت ديليت ده خيار بيتيح ليك ان الفي ام وانت بتديليت ليها هي فعليا ما دلتتش، زي فكره الريسايكل بن يا شباب الخاصه بالويندوز، نفس الفكره في السوفت ديليت اي حاجه بس شرط الحاجه دي تكون في ام. تمام؟ اتدلتت وانا مفعل السوفت ديليت انا اقدر اريستور ليها في 14 يوم، في خلال 14 يوم هي بتبقى موجوده فعليا. ممكن وعملنا الكلام ده على فكره في كورس الاستورج فعلناه، لا في كورس عفوا في كورس اللابات الخاصه بالامتحان فعلناه وعرفنا بتيجي منين وهنشتغل عليه برضو ان شاء الله في الكورس ده. تمام. هنا السكيورتي فيتشر دي ما اقدرش العب فيها لانها حاجات خاصه بالايجنت بالام بالمابس والمارس والحاجات اللي احنا اتكلمنا والدي بي ام اهي، اللي هي الفيرجنات اللي بيفرض عليك تستخدم فيرجن معين علشان تعمل ريستور او تعمل باك اب وكده. تمام؟ فهي اصلا يعني من يعني نوت انيبل. تمام كده يا شباب؟ في حاجه في السكيور تاني؟ مفيش. يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ عرفنا المالتي فاكتور اوثنتيكيشن وعرفنا السوفت ديليت ايه هو وازاي يعني بيرجع لي الفي ام، وان شاء الله هناخدها عملي مع بعض. تمام؟ كده فيما يتعلق بالسكيورتي وفي الباك اب كونفيجريشن. ايه السكيور بن ده؟ السكيور بن لو قلت له جنريت، على فكره بيطلع لي بن يعني طلع لي رقم كده بلودنج اهو علشان يديني بن، وبيقول لي البن ده مدته تقريبا يا شباب 5 دقائق، مدته تقريبا 5 دقائق. اوكي؟ فكرته ايه البن ده؟ فكرته انه بيستخدم في حالات الحرجه بيسموها الحالات الحرجه. ايه هي الحالات الحرجه؟ انه والله انت حضرتك عندك دروب على الاون بريمسس او عندك دروب على الباك اب سيرفيس عموما، وهتدخل تديليت كل البيانات، تديليت
البيانات سواء الفي ام والباك اب بالسناب شوت اللي انت خدتها بكل حاجه. فده الكلاود هيعتبره حاله حرجه، مش حد عاقل بيعمل كده. فبالتالي لما تدخل تعمل كده هو هيطالبك بسكيورتي بين، فتدخل تجيبه له منين؟ من هنا. تدخل على الريكفري سيرفيس فالت الخاصه بيك بروبرتيز وتقول له اديني بن، فيكريت لك بن، تروح مديهوله فينفذ لك الامر. اوكي يا شباب؟ تمام. الريكفري سيرفيس ايجنت اللي هو المارس يا شباب اللي احنا اتكلمنا عن الفيديو اللي فات، انا ممكن اعمل ليه داونلود من هنا او من جوجل بكتب بيجي. يبقى احنا كده يا شباب الفيديو ده خدنا ايه؟ خدنا الريكفري سيرفيس فالت، اتعرفنا عليه، خدنا اوفر فيو عليه، عملناه كمان بايدينا وشفنا الكونفجريشن فيما يتعلق بالسكيورتي او فيما يتعلق بالباك اب كونفجريشن. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على الباك اب كباك اب، يعني الباك اب بوليسي ازاي بقى احدد اوقات الباك اب وخيارات الريستور، وهتعرف على الباك اب برضو ايه اكتر مع بعض. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.